ويسمو فينا على الراديو التاكسيات برشا يسمو فينا نسلم عليهم دايوغ باغ لا ميم. سي مرزوق ديريكت باش نحلو موضوع مذكرة التفاهم الأمريكي اللي أمضيتها البارح احنا انت ماكش بحذينا وجهني لك نداء قلنا لك يا سي محسن مرزوق فسر لنا بالله مذكرة التفاهم الأمريكي اللي صححتها بصفتك مستشار لرئيس الجمهورية سنة 2015 على ماذا تنص؟ لأنه وقت اللي خرجت الحكاية مؤخرا نتاع لافريكوم والحديث على نشر قوات أمريكية حتى دبلوماسيين سابقين قالونا ماذا بينا باش نبعدوا على كل تأويلات. سي مرزوق يقول لنا الوثيقة اللي صححها مع أمريكا شنو مضمونها؟ وهو معلاش البخل هذايا على خاطر يستناوني يعني باش نفسر لهم. هي الوثيقة هذه نتاع المذكرة نشرتها وزارة الخارجية في شهر جوان 2015 بعد شهر من اللي صحنا وأنا أعدت نشرها على صفحتي ما عنديش توا معناها ايامات قليله. والبارح مشيت للتلفزه الوطنيه هزيت معايا نسخ عطيت للمقدمه وعطيت للمخرج وعطيت للكاميرامان وكل واحد قبل عنده نسخه في اطار شفافيه. سي هي 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 تنشرت على موقع وزاره معناها الخارجيه شنو فيها؟ اول حاجه مذكره تفاهم هذه نحب نذكر ان هي عادتها وزاره الخارجيه التونسيه. وكنا ماشيين احنا في زياره لامريكا. وكان المفروض مش يوقع على الوثيقة هذه من جهة تونس كاتب الدولة الشؤون الخارجية سي شليفة اللي نحييه ومش يوقع عليها واحد نظير ليه في الحكومة الأمريكانية. اللي حصل أنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل بنهارين كان عنده خارج أمريكا هو بطل مش يقعد في واشنطن قال مدام أنا قاعد نصح. جاء الموضوع شكون مش صح معه الرئيس مش صح يبدأ مع وزير الخارجية خاطر لازم قد وإحنا معانا وزير عندنا وزير معناها الله يرحمه معناها سي شمشكر وقتها كان وزير يظل لي معناها نتاع الماليه وكانت مدام معنا مدام سلمى اللومي اللي هي وزير السياحه شكون مش صح الوحيد اللي عنده صفه وزير دونك الباراليزم دو فورم وفي صفه سياسيه كنت في الليل الباجي قالت صح انت قلت له صح واضح جي مكوناتها الامور هاي اول حاجه عندك جانب تعاون وانا فخور جدا اني وقعت فخور جدا اني وقعتها ومش هذيك برك ثم حاجه اخرى نحكي عليها فيها جانب علمي وثقافي للتبادل العلمي والثقافي استفادوا منه الطلبه التوانسه اللي ضعف عددهم في امريكا اربع خمس مرات من بعد توقيع المذكره التفاهم ثم احداث اللجنه التونسيه الامريكيه الاقتصاديه المشتركه اللي بكل اسف ما ثم تم تفعيلها كما يجب وثم اعلان مبادئ ذو طابع التعاون الامني في مجال التدريب ومجال تبادل الخبرات اللي توا حاليا قاعدين التوانسه ويعملوا فيها. شنو اللي صار توا في المده الاخيره؟ المده الاخيره هذايا توا 2015 خمس سنوات ولا ست سنوات من بعد تعاون جبت الموضوع على خاطر الجنرال نتاع افريكوم هذايا كلم السيد وزير الدفاع الحالي. وكي خرجوا جماعه افريكوم العسكر عسكري اللي خرج عسكري اللي ثم قالوا ولات شي حكايات اخرين خاطر روسيا دخلت في ليبيا دونك يلزم تونس هما قالوهم الامريكان هذا هذا اللي قالوه الامريكان احنا وزاره الدفاع لم توضح المضمون هذا المشكل المكلمة. المشكل هي توريت كيفاش تو انت الجنرال الامريكاني كلم وزير الدفاع هبط التليفون خرج بلاغ المفروض احنا وزير الدفاع نتاعنا هبط التليفون يخرج بلاغ ما خرج بلاغ باش توضح الامور علاش حسب رايك معناها مونك دو تاكت بوليتيك والا هو مقصود سواء قلت خبرة أكثر منها قلت خبرة الآخر هبط وبصراحة تو احنا خرجنا موقفنا شنو موقفنا؟ أنا ضد القواعد العسكرية مهما كانت. لكن المذكرة هذيك حتى جريتا عسكرية ما فيهاش مش معناها قاعدة عسكرية. وراه بين قوسين الأمريكان ما حشمش تو قواعد عسكرية في تونس لسبب بسيط عندهم إيطاليا وعندهم أكبر قاعدة عسكرية في أكبر حليف ليهم شكون؟ تركيا اللي عندهم قاعدة تنجرليك اللي هي من أكبر القواعد في العالم عندهم الأسطول السادس والاسطول السادس. السيزيام فلوت. دونك هو ما ثماش هي مش مطروح. تبقى توا احنا معناها اللي كفحنا معناها ودفعنا معناها ثمن باش خرجنا الفرنسيس من قاعدة بنزرت ما احناش باش نقبلوا قواعد مرة أخرى. أيوا. لكن توا في المدة هذه ثم بعض الخيان اللي هم فرحانين بيا معناها المدة هذه ايفيدامون رجعوا لحكاية مذكرة التفاهم. اللي هي ما عندها حتى علاقة لا من بعيد ومن قريب لا بالقواعد ولا غيرها وخيانا اللي فرحان فرحان بهم زادة ماكش مقصر نرجعوا لحكاية ليبيا هذا الوحدة